اهلا بيكم. النهارده بناخد الدرس الثاني في دروس الوحده الرابعه. زي ما قلنا الوحده الرابعه اسمها القياس، وكنا خدنا فيها الساعات والدقائق المره اللي فاتت. المره دي مكملين برضو على الساعه، بس المره دي هنشوف قراءه الساعه. طبعا قراءه الساعه كلنا محتاجين نعرف نقرا الساعه ازاي. الساعه دي بتظبط لنا ميعاد صحياننا، مروحنا المدرسه، هنخلص امتى مدرسه، هنرجع امتى البيت، غدا، عشاء، فطار، صلاه. الساعه داخله في حاجات كتير، احنا كل حياتنا متقسمه على الساعات بتاعه اليوم. عشان اقدر اقرا الساعه، عشان اقدر ادي ميعاد صح واروح في ميعادي صح، او اروح المدرسه في ميعادها صح وارجع منها صح، لازم ابقى عارف ازاي بقرا الساعه. كلنا عندنا ساعات في البيت، وكلنا عندنا ساعات بنلبسها. عايزين نشوف هنقرا الساعه ازاي، ونستخدم ازاي الحاجات اللي عرفناها المره اللي فاتت، ان الساعه 60 دقيقه، والنصها 30، ربعها 15، وكل التحويلات اللي احنا حولناها في قراءه الساعه المره دي. تعالوا نشوف تمارينا ونرجع تاني. زي ما انتوا شايفين قدامنا دلوقتي الساعة اللي عارفينها كلنا واللي متعلقة عندنا في أي بيت. طيب عايزين نتفق اتفاق ان الساعة عندها عقربين. عقرب قصير شوية كده، هلاقيه دايما عامل كده وصغير كده. العقرب ده بنسميه عقرب الساعات، يعني ده لما بنشوفه بيبقى بيشاور على الساعات. فلما اشوفه مثلا مشاور على الواحد او الاثنين او الثلاثه، الاعداد اللي جوه الساعه، انا عارف ان انا كده هو بيقول لي الساعه كام. في عقرب تاني طويل شبهه بالظبط لكن طويل ورفيع، ده بيشاور على الدقائق. الله، هو الساعه عندي فيها ساعات ودقائق؟ انا مش شايف الا الواحد والاثنين والثلاثه، هي دي ساعات ودقائق؟ الواحد والاثنين والثلاثة والجات ال 12 اللي احنا شايفينها قدامنا دي بتتقرا على عقرب الساعات بشيء، وبتتقرا على عقرب الدقايق بشيء تاني. يعني لما نرمز لها او نشاور لها بعقرب الساعات، يبقى كده انا هقراها ساعة، الساعة الواحدة، الساعة الثانية، الساعة الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة. لما عقرب دقايق هو اللي بيشاور عليها، بنقراها شيء تاني خالص، بنقراها كدقايق. واحنا قلنا المرة اللي فاتت ان ما بين الرقم والرقم التاني في خمس دقايق، في خمس ايه؟ دقايق. طيب يبقى كل ما هنتحرك هنعد خمس دقايق زيادة، معتمدة الدقايق على جدول ضرب خمسة، لان انا كل مرة بزود خمسة. فلو انا عندي الواحد وعايز اعرف لو عقرب الدقايق شاور على الواحد هيقول ايه؟ هيقول وخمسة. ليه؟ لأن الواحد ده لما بيتضرب في خمسة بيديني خمسة، فلما هقول واحد في خمسة بخمسة يبقى عايز تقرا الدقايق تقول وخمسة. طب اتنين اضربها في خمسة على طول، اتنين في خمسة بإيه؟ بعشرة. يبقى عقرب الدقايق لو شاور على الاتنين يبقى هقراها وعشرة. لما يشاور على التلاتة وانت مش عارف دي كام دقيقة، هي كساعة؟ لو عقرب الساعات هو اللي مشاور على التلاتة هقول الساعة تلاتة، انما لو عقرب الدقايق هو اللي مشاور على التلاتة وعايز اعرف دي الدقيقة رقم كام، هضرب على طول في خمسة واقول كده تلاتة في خمسة بخمستاشر، يبقى او خمستاشر دقيقة. عند الاربعة هضرب في خمسة عشان عقرب الساعات لو شاور اقرا اربعة عادي، انما عقرب الدقايق لو شاور لازم اضرب في خمسة، اربعة في خمسة بعشرين. يبقى لو عقرب الساعات مشاور على الاربعة هقول اربعة، لو عقرب الدقايق هو اللي مشاور على الاربعة لا مش هقول اربعة، هقول وعشرين دقيقة. تمام. طب لو شاور على الخمسة، شاور مين اللي شاور؟ الساعات. عقرب الساعات اللي شاور على الخمسة يبقى هقراها عادي لان هو قصير. دايما نقول لهم كده يا اولاد، عقرب الساعات قصير بيشاور على الخمسة من جوه، انما عقرب الدقايق طويل بيشاور على الدقايق من بره اللي احنا هنشوفها دلوقتي. احنا عاملين لكم القراءة من جوه تبقى ازاي. عقرب الساعات قصير بيشاور على الساعات من جوه، اما عقرب الدقايق بيشاور على الدقايق اللي احنا هنوريها لكم دلوقتي من بره. لكن لازم تعرف ان الدقايق اللي هتشوفوها دلوقتي
ناتج جدول ضرب كل رقم من الأرقام اللي قدامي في 5. طب تعالوا هنا مثلا عند الستة وعايز أقراها، عايز أعرف كام دقيقة؟ 6 في 5 بإيه؟ ب30. طيب هو أنت مش عارف إن كده ده نص الساعة بالظبط؟ ومش آخد قبل كده إن نص الساعة 30 دقيقة؟ علشان كده طلعت 6 في 5 بإيه؟ ب30. عشان كده احنا قايلين ان نص الساعة بإيه؟ ب30 دقيقة. ده من ضمن حفظ المرة اللي فاتت. تعالوا نشوف دلوقتي ازاي بقرأ الساعات والدقايق، لو جاي عقرب الساعات شاورلي على حاجة او الدقايق، ونحفظ مع بعض البيانات. لازم تحفظوا البيانات اللي هتبان على الساعة دلوقتي وتفهموها كويس وتكتبوها كتير عشان تبقى قراءة الساعة بالنسبة لكم سهلة، لأن هي بالفعل سهلة. تعالوا بقى نشوف زي ما قلنا لكم ازاي هنقرأ الساعات والدقايق. لو هنبدأ نشوف الساعات او عقرب الساعات لما يشاور على كل رقم هنقوله ايه، فهيطلع لنا او هنقول بالشكل اللي هنقول بيه دلوقتي: الساعة الواحدة، الثانية، عند الثلاثة الثالثة، عند الأربعة الرابعة، الخامسة السادسة، السابعة الثامنة، التاسعة العاشرة، الحادية عشر، والثانية عشر. وطبعا اللي فينا بيشوف او بيلمح كده نشرات الاخبار في التلفزيون دايما هيلاقي النشرة بتبدأ بالوقت اللي هتتقال فيه. يعني لو النشرة دي بتاعت الساعة الواحدة، فهتلاقي اللي بيقول النشرة بيقول ايه؟ نشرة الواحدة او نشرة الثانية. يعني دي طريقة قراءة الساعة، بعيد عن ان احنا لما بنيجي نقراها عادي في الحياة عادي بنقول 2 وكذا، 7 وكذا، 6 وكذا، لكن دي طريقة قراءة الساعات. طب الدقايق بقى زي ما قلنا لكم عقرب الساعات قصير، دايما افتكروا الكلمة دي علشان لما تيجي تحفظ تسهل لك الحفظ. عقرب الساعات قصير وبيشاور على الأعداد من جوه، عشان كده كتبنا لكم اسمهم من جوه. عقرب الدقايق طويل شوية فبيشاور على الكلام اللي احنا هنكتبه من بره دلوقتي وانتوا هتحفظوه، واللي هو ناتج جدول ضرب 5 زي ما اتفقنا. فلو انا عايز، لو عقرب الدقايق جه عند الواحد هنقول وخمسة، لان 1 في 5 ب5. جه عند الاتنين هنقول 10. جه عند التلاتة هنقول 15، اللي هي وربع، لان احنا خدنا المرة اللي فاتت ان ربع الساعة 15 دقيقة. جه عند الاربعة هنقول 20، اللي هي وتلت، لان احنا المرة اللي فاتت خدنا في الحفظ ان تلت الساعة 20 دقيقة. طب جه عند الخمسة، انت عارف انك هتضرب الخمسة في خمسة، فعارف ان هي هتطلع 25، لكن هنقولها ايه؟ هنقول ان والله هي الخمسة لسه ما جاتش عند النص، لسه لها حاجة بسيطة، لسه لها 5 دقايق، فاحنا هنقولها كده ونص الا خمسة، يعني قربت تيجي على النص بس لسه 5. اما عند الستة فكلنا عارفين 6 في 5 ب30، وال30 هم نص الساعة ونصف. طيب زي ما عملنا مع الخمسة وقلنا لسه 5 دقايق عشان توصل للنص، فقرناها ونص الا خمسة، هنعمل كده مع السبعة، بس هنقول ان هي عدت النص ب5 دقايق، فهتبقى اسمها ونص وخمسة. وطبعا عارفين ان ناتج جدول ضرب او ناتج ضرب العدد 7 في 5 ب35. 8 في 5 ب40، وبقراها الا تلت. يبقى هنا وتلت، هتلاقي الناحية دي وتلت، هتلاقي نفس الناحية بس هنا إلا تلت. عارفين إن 9 في 5 ب45، وهتبقى الناحية دي وربع، وهنقرا دي إلا ربع. عارفين إن 5 في 10 ب50، وهتبقى دي زي ما هي وعشرة، الناحية التانية هتبقى إلا 10. كمان 11 في 5 55، واسمها إلى 5. أما لو عقرب الدقايق جه على ال 12 فبنقول بالظبط. يعني لو عقرب الساعات على الواحدة
والدقايق على 12 فاحنا بنعرف ان هي الواحدة بالظبط او الثانية بالظبط. طيب تعالوا كده ندخل في اللي بعد كده ونشوف التمارين بتاعتنا. بس قبل التمارين عايزين نعرف ان في نوعين من الساعات، ساعة رقمية يعني بتبقى مكتوب عليها الحاجات بالارقام، يعني مش انا اللي بقراها كده حسب الارقام اللي جوه وبقعد اضرب واقول العدد واحفظ، لا بتبقى مكتوب على طول 10 و15 و20. طيب تعالوا بقى نشوف ايه هي الساعة الرقمية والساعة العادية. زي ما انتوا شايفين دي مثلا ساعة عادية زي اللي متعلقة في بيوتنا كلها، دي ساعة رقمية يعني كاتب لك بالأرقام، الأرقام اللي احنا كنا عمالين نضرب ونجيبها. تمام، دي ساعة رقمية لأن من جوه قارية بالأرقام، أما دي ساعة عادية أنت اللي هتقعد تشوف كل رقم مدلوله في الدقايق بكام. تعالوا بقى نشوف التمارين. أول تمرين معانا بيقول لي اكتب الوقت الذي تشير إليه عقارب الساعة، لأن زي ما احنا عارفين احنا النهاردة بنقرأ الساعة. طيب أول حاجة تعملها تقرأ عقرب الساعات مشاور على ايه؟ عقرب الساعات القصير ده مشاور على مين؟ طبعا كلنا شايفين مشاور على 10. التمارين دي موجودة كمان في كتاب المدرسة عشان اللي عايز يقارن او يحلها تاني معانا ويحلها تاني في الكتاب يبقى قدامه صورة تانية من التمارين. طيب عقرب الساعات مشاور على 10 يبقى انا هقول العاشرة. عقرب الدقايق مشاور على 12 يبقى بقول بالظبط. طيب يبقى نقول العاشرة، يعني مش لازم نقول بالظبط، احنا عارفين ان هي العاشرة بالظبط، انما مش لازم ما دام مفيش هنضيف حاجه يبقى هنقول العاشره بس، يبقى هنا هنكتب العاشره. النقطتين اللي تحت دول عايزني اكتبها كساعه رقميه. الساعه الرقميه بكتب هنا الساعات على الشمال والدقائق بتبقى على اليمين. طيب كساعات انا معايا 10 ساعات، انا الساعه عندي 10، انما كدقائق ما عنديش فانا مش هكتب حاجه هنا. هاجي على اللي بعدها، اول عقرب بقراه عقرب الساعات، عقرب الساعات مشاور على 5 يبقى 5، وعلى 12 يبقى حلو قوي بالظبط، يبقى هكتب على طول 5 واكتب هنا 5، ومفيش دقايق معايا عشان انا لا لسه مشيت وخمسة ولا الا 5 ولا اي حاجة. نيجي على اللي بعدها، عقرب الساعات مشاور على 6 والدقايق خلاص حفظنا انه بالظبط، فمش هكتب الا ايه؟ السادسة. 6 ومفيش اي حاجة هنا. عقرب الساعات القصير مشاور على 1 والدقايق مفيش، يبقى الواحدة. هنا 1 وهنا مفيش اي دقايق. العقرب هنا القصير مشاور على 3 بالظبط، يبقى الثالثة. ومفيش أي دقايق هنا. نفس الكلام السابعة، أكيد انتوا خلاص خدتوا بالكوا وعرفتوا 7 ومفيش أي حاجة هنا. بعد كده مشاور على 11 يبقى بنقراها ايه؟ 11. ومفيش اي حاجة هنا. نشوف بقية القراءات. هنا عقرب الساعات مشاور على 8 اما الدقايق فعلى 12، فنقول ايه؟ 8. العقرب هنا القصير مشاور على 10 اما الطويل مشاور على 12، فنفس الكلام هي بالظبط، فانا مش هكتب غير الايه؟ العاشرة. هنا الاتنين مشاورين على ايه؟ على 12، يعني هي 12 بالظبط، يبقى هكتب ايه؟ 12. 12.
هنبدأ بقى العقرب بتاع الدقايق يتحرك من على الـ 12 ويبدأ يعد الدقايق اللي بعد كده. طيب نيجي أول حاجة احنا بنقرأ عقرب الايه؟ الساعات. طيب انت يا عقرب الساعات يا قصير بص على مين؟ على الخمسة، يبقى هنقول الخامسة. وهنروح نبص على عقرب الدقايق، انت بص على الثلاثة. انا لسه ما حفظتش قوي، هي الثلاثة دي اعرف معاها كام منين؟ لو ضربتها في خمسة، 3 في 5 ب 15، معاها 15 دقيقة، واحنا حافظين ان الـ 15 دي ربع الساعة. لما كنا بنقول الساعة 60، نصها 30، ربعها 15، وتلتها 20. وهو فعلا ده ربع الساعة، يعني التلاتة دي أكلة لغاية ربع الساعة، يعني ده بالظبط كده ربع الساعة بتاعتنا لو ظللناه، ده ربع ساعة. طيب يبقى هنكتب ايه؟ وربع. يبقى الخامسة وربع. نيجي على اللي بعدها، عقرب الساعات باصص على الـ 7 وبرضو على الـ 3 اللي احنا عرفنا ومفروض ان احنا هنوقف الفيديو ونمسك ورقة وقلم ونقعد نحفظ بيهم البيانات اللي احنا كنا من شوية كاتبينها لكم على الساعة من بره. فابدأ احفظ ان الـ 3 دي بنكتب عندها وربع. يبقى السابعة اول حاجة الساعات، قال لي ان عقرب الساعات مشاور على الـ 7 والدقايق على الربع. برضو هنا القصير مشاور على الـ 9، يعني عقرب الساعات بيقول لي ان الساعة الـ 9، وعقرب الدقايق مشاور على الـ 3، يعني عقرب الدقايق بيقول لي وربع. عقرب القصير مشاور على الـ 5. طيب والطويل مشاور ايه؟ مشاور على الـ 6. يبقى هقول الخامسة، وهو انت الـ 6 لو ضربتها في 5 هتديك ايه؟ هتديك 30. فاكر لما كنا بنقول الساعة 60 نصها 30؟ يعني عند الـ 6 بنقول ونصف. وطبعا مفترض ان انت تحفظ الاول. كل ده بالحفظ هيبقى سهل جدا لو حفظت الشكل الاولاني اللي احنا شرحنا فيه ازاي بقرا الساعات من جوه وازاي البيانات اللي من بره دي هنحفظها، هتبقى سهله معاك جدا. تعالوا نشوف هنا عقرب الساعات مشاور على ايه؟ مشاور على الـ 6. يبقى هنقول السادسة. اما عقرب الدقايق فمشاور على الـ 8، فهنقول ايه عند الـ 8؟ الـ 8 عارفين ان هي 40 دقيقة، لكن بنقراها الا تلت، ما دام ما طلبهاش مني في الساعة الرقمية يبقى هقراها الا تلت. العقرب القصير مشاور على الـ 6، اما الطويل فما بين الـ 12، لسه سايب الـ 12 ورايح على مين؟ رايح على الواحدة، يعني في الـ 5 دقايق دول. طب على انهي دقيقة فيهم؟ قال لي الدقيقة الأولى ولا التانية؟ هو شكله كده مشاور على الدقيقة التانية، يبقى هنكتب ودقيقتين. وطبعا هو في الامتحانات دايما بيجيب لك حاجة يعني أدق من كده، يعني دايما يعني يجيبها وربع ونصف، مش بيجيبها ودقيقتين و5 دقايق و3 دقايق و4 دقايق، اللي هي الحاجات اللي بتلخبط دي، لان ساعات كتير مننا يفهم ان خلاص العقرب داخل على 5 واقراه 5. تمام، يبقى هو هيجيب لي اكيد حاجه مظبوطه. نشوف التمرين اللي بعد كده. هنا الساعات مشاور على، لسه ما جاش عند الاثنين، يعني لسه عند، ما سابش الواحد وجا عند الاثنين، يبقى هي لسه قال واحده، ولكن عشان هو مشى كتير في الواحدة لأنه بقى عنده النص، يبقى الواحدة والنصف، فعشان كده مشى شوية لغاية داخل على الاتنين خلاص، لأن لسه نص ساعة ويدخل على الاتنين. طيب احنا طبعا بنقرا اللي قدام ده بالظبط، يعني هنا مشاور على الـ 11 بقراها الـ 11. اللي حفظه هيبقوا عارفين مشاور على الـ 3، العقرب الطويل هنقول وربع. ده مشاور على ايه؟ واحد هيقول لي على الـ 8، لا هو لسه ما وصلش للـ 8، هو لسه ما وصلش للـ 8 بالظبط، فهو مازال عند الـ 7، ولكن هو مشى يعني المفروض ان هو مثلا بيبدأ 7 و5، 7 و10،
سبعة وربع، سبعة وتلت، سبعة ونص إلا خمسة، سبعة ونص. فطبعا طول هو ماشي زي لما عقرب الدقايق عمال يتزق كده وبيزود 5 دقايق كل شوية، كمان عقرب الساعات عمال يتزق عشان خلاص داخل على التمانية، ما هو مش هيفضل واقف عند السبعة، لكن هو لسه ما سابش السبعة، لسه ما اتظبطش على التمانية، فاحنا هنقول السابعة عادي جدا، واروح اقرا الدقايق فلاقيها عند الستة، فعارفين ان هي ونصف. هنا برضو عقرب الدقايق وعقرب الساعات الاتنين على التلاتة، الساعات هقراها الثالثة، اما الدقايق فهقراها وربع. موضوع معتمد على ايه؟ على حفظك للشكل الاولاني اللي احنا قلناه معاكم. هنا عقرب الساعات مشاور على مين؟ هتقول لي ده واقف بين العشرة وال11، تمام، ما دام لسه ما جاش على ال11 بالظبط فهو مازال على العشرة، يعني هقول العاشرة. يبقى هنقول العاشرة وكررت معانا كتير، التلاتة بنقولها وربع. الدقايق مشاور على مين؟ الساعات مشاور على هي الستة ولا الخمسة؟ لا، ما دام لسه ما جاش عند الستة يبقى لسه عند الخمسة، الخامسة. وطبعا الدقايق مشاور على الستة بالظبط، يبقى ونصف. نحفظ كويس، نحل كويس. تمرين كمان بيقول لي ارسم بقى انت العقارب، بيقول لي ارسم العقربين، يعني مديني الساعة وانا بس هعمل العقارب. طيب بيقول لي الرابعة، الرابعة الساعة الرابعة، يعني عايزني اشاور على عدد 4 بالظبط بالعقرب الساعات. هروح ارسم عقرب الساعات على الرابعة، وبعدين هسأل نفسي هي الدقايق هتبقى على مين؟ ما دام قال 4 وما قالش دقايق يبقى هي الرابعة بالظبط، فهروح اعمل مع بعض كده زي ما احنا شايفين العقرب على ال 12، عقرب الطويل بتاع الدقايق على ال 12. هنكرر نفس اللي عملناه لما بيقول لي الساعة الثامنة. الساعة الثامنة يعني العقرب الصغير هيبقى على الثمانية كده، والعقرب الطويل برضو هيبقى على ال 12. هنا برضو كاتبها لي بالرقمية وبيقول لي 9 9 ومفيش، ما عنديش دقايق، يبقى هخلي مع بعض العقرب الصغير على الـ9 عقرب الساعات، وهطلع عقرب طويل لغاية الـ12. بيقول لي 2 وما معاهاش حاجة، يبقى العقرب القصير على الـ2 أما الطويل فعلى الـ12. جانا بيقول لي ايه بقى؟ الخامسة والنصف. الخامسة والنصف، يلا بسرعة نجيب العقرب الصغير بتاعنا نرسم بالقلم. السهم بيشاور على الخمسة ونخليه قصير سنة وبمسطرتنا علشان هنطول عقرب الدقايق، والنص بيبقى عند مين؟ اللي حافظين الشاطرين عند الستة، يبقى هنشاور بالعقرب الطويل على الستة. الحادية عشر دي الساعات، يلا بسرعة هنعمل بمسطرتنا سهم صغير أو عقرب صغير بيشاور على الـ11 كده. اما النصف فاحنا عارفين هو فين، ومن كتر التدريب ومن كتر ما هتحل هتبقى خلاص الدنيا بالنسبه لك مظبوطه جدا. النصف نشاور بالعقرب الطويل على الستة. السابعة والتلاتين دقيقة، هنروح على طول زي ما احنا قلنا، على فكرة احنا قلنا الساعات هي اللي تبقى على الشمال في الساعة الرقمية عشان اللي نسوا، فهروح بالعقرب القصير بتاعي بتاع الساعات اخليه يشاور على السبعة. اما الـ30 فاحنا حافظينها من الحصه من الفيديو اللي فات كمان، ان الـ30 ده نص ساعه، فعلى طول هشاور على الستة. 31 دقيقه، الواحد بعقرب الساعات هشاور عليه، وبعقرب الدقايق هشاور على الستة. نشوف كمان، دربني على النص هيدربني دلوقتي على ايه؟ على الربع. العاشرة هشاور على العشرة، يلا نعمل العقرب على العشرة، دي خلاص بقت سهلة. وربع، هو الربع بيبقى فين؟ بيبقى عند مين؟ بيبقى عند التلاتة، يبقى النص عند الستة، الربع عند التلاتة،
يبقى على طول هنعمل العقرب الطويل على التلاتة. كذلك لما يقول لي الخامسة والربع، عقرب قصير عند الخمسة، عقرب طويل أطول منه عند التلاتة. 6 و15 دقيقة، الخمستاشر دقيقة هي القراءة الرقمية لكلمة ربع. احنا حافظين من المرة اللي فاتت، بنعيد اهو، ان الساعة 60 نصها 30 ربعها 15، يبقى برضو العقرب الطويل بتاعنا هيشاور على التلاتة. 4 و15 دقيقة، هنشاور بالعقرب القصير على الأربعة والعقرب الطويل على الخمستاشر. 9 هنشاور على التسعة بالعقرب القصير بتاع الساعات، ولأنه مقالش دقايق فهشاور على الاتناشر، لأن الاتناشر معناها التاسعة بالظبط. 7:15 يبقى العقرب القصير على السبعة والعقرب الطويل على النص على الستة. 33 دقيقة، يبقى العقرب القصير على التلاتة والعقرب الطويل عند النص برضو، لأن 30 دقيقة نص يعني على الستة. 11 و15 دقيقة، يبقى هساور على الرقم 11 بالعقرب القصير وبقراها 11، والعقرب الطويل عند 15 اللي هم ربع زي ما قلنا، يبقى هنشاور بالعقرب الطويل على التلاتة. المرة دي مذاكرتنا هتبقى سهلة جدا، كل شوية هنبص على الساعة ونقراها ونسأل بابا كده قريت صح، نسأل ماما، نسأل أي حد كبير جنبنا، أنا كده بقرا الساعة صح ولا لأ. ساعة قدامنا نقرا كتير، هنتعود، هنبقى عارفين بنقرا الساعة ازاي، ودي حاجة احنا كلنا اصلا بنبقى حابين ان احنا نعرفها، وعارفين ان انتوا صغيرين كده بتبقوا حابين تعرفوا قراءة الساعة. نشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله.